مساءكم ورد مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا داخل وخارج دولة الكويت، حياكم الله وليلة جديدة وأحلى الليالي ليالي الكويت. مساكم الله بالخير مشاهدينا وأحلى ليالي ليالي الكويت وأحلى ورد ومساء الورد يا الورد. فعلا اليوم الاستوديو كله ورد وشكل الورد يشرح القلب ويون الصراحة، وإحنا كان عندنا ويكند سعيد جدا سعيد ومميز. طبعا أنا قبل أتكلم عن الورد غادة بتكلم عن أمس موضوع الاحتفال اللي صار، أنا أعتبره احتفال كبير طبعا كويت العطاء مثل ما شفت الألعاب النارية يعني من الساعة 8 للتسعة كان شيء وايد حلو، أنت شفتيه طبعا كنت بفندق وأنا كنت موجود في المارينا وقاعد أطالع الموضوع من بعيد، شيء جبار. شكرا سعود الرمح، أداء متميز يعطيك العافية مخرجنا. طبعا إحنا ليش نقول شكرا سعود الرمح؟ لأنه هو كان مخرج النقل وإحنا حبينا نشكره بالنيابة عن كل ستاف البرنامج وبالنيابة أيضا عن كل مشاهدين تلفزيون الكويت، فحياك الله براك. الله أنت معاك يستاهل السر. يستاهل الكيكة الجميلة هذه، كيكة مميزة حق مخرجنا سعود الرمح، يستاهل. شوف منور يا سعود في كل مكان يا سعود، منور تستاهل، وهذا أقل شيء سعودي قدمه جمهورك يبيله ترفع شوية. أنا صراحة يعني أنا صراحة ودي إن أنا أجربه بس خلي يشوف ترى سعود ما عنده فكرة. حبينا نفاجئ. الله وشكرا عبد الله يحيى، شكرا كل الزملاء. يعطيكم العافية. هذه الكيكة طبعا من كل فريق البرنامج حق زميلنا سعود الرمح اللي بدع في إخراج الألعاب النارية. وأكيد طبعا هذه كانت أمسية أكثر من رائعة عاشها الكويتيين وكل سكان الكويت وكل اللي كانوا يتابعونا عبر فضائيتنا الكويتية، استمتعوا بهذه الساعة الرائعة اللي يعني الألعاب النارية كانت منورة سماء الكويت كلها. أنا قاعد أطالع من بعيد وقاعد أصور بالأسناب ومستانس صراحة، شيء وايد حلو إن شاء الله الله يديمها من وناسة. وصراحة شكر كبير للديوان الأميري على هذه الأمسية الجميلة وعلى اللجنة المنظمة أيضا العليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية، كانت أمسية كان رائعة. مرتب. وزارة الداخلية غادة ما قصر، وزارة الداخلية كانوا مسوين طبعا، أنا أتكلم حق وزارة الداخلية، مشكورين إدارة العام للمرور كانوا مغطين المكان من دوار البدع لأبراج الكويت. أنا أقول بس المرور يعني ربعنا يعني ما يخالف. بس بالذات المرور أماته يعني ما قصروا أيضا النجدة وباقي الإدارات كل قطاعات وزارة الداخلية ما قصروا وأكيد الطوارئ الطبية كانوا متواجدين وشفنا صراحة سيارات الإسعاف كانت موجودة بكثرة والحمد لله الأمور تمت على خير. وشكرا أكبر لكل الجمهور اللي كان موجود هناك، تستاهلون شعب الكويتي تستاهلون، وفعلا يعني جمهور راقي وجمهور محترم ومحترف صح. يحب الاحتفالات ويحب أيضا أنه ما يضايق غيره صح. كانت أمسية سعيدة جدا، نتمنى إن شاء الله أنها تتكرر دائما في ظل قيادتنا الحكيمة بإذن الله. بإذن الله. عشان كذي الحين غادة لازم نتكلم ونذكر منه صاحب الورد. صاحب الورد طبعا مصمم الورود المتميز راح يكون معنا ضيف في حلقة ليالي الكويت، مبارك السرحان. حياك الله، نورنا مبارك. اليوم ترى راح تستغربون حق شكل مبارك، الأسلوب اللي قاعد يبيع فيه الورد يذكرك بغنية قديمة ست الحبايب. شكو يعني أنا قلت يمكن تقول مكلمة البرك. حياك الله البرك، هلا هلا صارت ست الحبايب البرك، والله ما أدري. حياك الله، حياك الله يا هلا مبارك. الله يحفظك. الله شو هالورد الجميل، ورد حلو، التنسيق الرائع. شوف شويج أيوه الله يسلمك، يعني خلالنا الاستوديو كله قاعة من الورد. بعد إن شاء الله يكون أنتم والله أحلى ورد يعني، بس لازم الديزاين. تسلم الله يحفظكم. شو موضوع الجنطة هذه؟ هذه حق الشغل. زين ما وزعت ورد شيء حق حبايب بالشارع؟ والله حصلنا وايد، باع الورد المتجول يعني اول كويتي كذي يفتر، فالكل منصدم قال يلا نشتري منك عشانك الكويتي. حلو، راح نتكلم عن كل هذا. يعني تتخرج من ادب عربي وبعدين تبيع الورد بالشوارع وبطريقه متنقله، هذه صراحه شيء جديد وشيء جميل، احنا نحييك على هالمغامره. فيها جرأة غادة، فيها جرأة يعني الحين ما يعني شاب الكويت شويه هم يكون عنده خجل في هذه المواضيع، لكن بالعكس هذه يكون عندك انت قوه اراده واصرار انك انت قاعد تطلع في شكل مميز ومبين انه ست الحبايب. مبين ست الحبايب يا بعد عمره ما قصرت. مشكور ما قصرت، مشكور ما قصرت. بعد احنا طبعا عندنا انطلاقات كثيره، عندنا الراليات حق هواه السيارات واللي يحب سوالف بما انك تكلمت على الجرائه
ادش على السيارات على طول. على السيارات على السيارات على طول. زين عندنا طبعا سياره برا نوع مستبيشي، هي سياره مجهزه بالكامل. مستبيشي اي مستبيشي ولا مستبيشي؟ مستبيشي مستبيشي. المهم ان هذه السياره اللي يشوفها يقول هذه السياره ما حدها 2000-3000 دينار، بس السياره هذه يعني تكلفتها غاده ما بين 20-30 ألف. هذه سياره مجهزه بالكامل للرالي. علشان كذي احنا اليوم راح يكون ضيفنا الشيخ عذبي نايف جابر الاحمد الصباح، رئيس اللجنه العليا للراليات والرئيس الفخري لرالي الكويت الدولي. وعشان كذي ايضا مع البطل المحترف مشاري الضفيري، هو طبعا بطل متصدر في بطوله الكويت للراليات، وايضا بطل الشرق الاوسط في الرالي. يعني انت راح تنزل بعد شويه تورينا السياره طبعاً مع مشاري الضفيري طبعاً، وراح نتكلم طبعا بصوره اكبر ان شاء الله. وايضا كل الشكر بما ان احنا يعني هذه فتره نشكر فيها كل اصحاب الشان، حابين احنا نشكر كل المتطوعين اللي شاركوا بالاحتفاليه اللي حصلت امس كويت العطاء. وعندنا الحين بعض الصور الجميله لمصورنا الرائع وزميلنا هني بالبرنامج من إدارة التواصل الاجتماعي. الله عليك محمد، محمد صورة الكعبي. ترى حتى صورنا هذا اللي قاعد ننزلهم بالانستغرام، انستغرام انستغرام، صور حلوه كلها صور محمد الكعبي. نعم. يعني صور مثل ما احنا شايفين مشاهدينا شيء مميز ومرتب. طاي 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 المنظر تكفين، يعني انا اشوفه من بعيد كنا نخل، شيء وايد حلو. لا كانت صراحة مرتب. تشكيلات جميلة طيب جدا بالألعاب النارية ما شاء الله تبارك الرحمن طالع. أي. شوف الصور. لا وأحلى شيء الصغار الأطفال كانوا مبسوطين ومستانسين على هالألوان وهالأشكال. يعني كانت فعلا أمسية يعني سعيدة. يعني شوف شيء بسيط يعني نحن نشوفه بس بالمجرد بالنظر، بس شوف شلون الأهالي هذه يستانسون ويطامرون ويشوفون شيء مثل هذا. وترى تعلق بذاكرتهم. صح تعلق بذاكرتهم وتعلق المناسبة اللي تم على أساسها إطلاق هذه الألعاب. ما يونس عيالك غادة يقول لك ما ودي لنا مرة ثانية يبون كل يوم يبون كل يوم يبون كل يوم. احنا طبعا كانت كاميرتنا موجوده بما ان مخرجنا اللي كان ماسك الهواء ذاك اليوم، فكاميرا ليالي الكويت كانت حره شويه منطلقه. راح نتجول معاكم ان شاء الله في كواليس التحضيرات وايضا الليله اللي تم فيها اطلاق الالعاب الناريه. بس شوفونا ان شاء الله على التوالي في برنامجنا، نشوفكم ان شاء الله بعد شويه واولى لقاءاتنا الحواريه. لا تروحون بعيد وخليكم معنا. We'll be right back.
ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات لا الكويت مثل ما وعدناكم. عندنا فقرة مميزة عن الرالي وضيفنا اليوم طبعا الشيخ عذبي الصباح رئيس اللجنة العليا للراليات. مساك الله بالخير ونورتنا في لا الكويت بصباح. مساكم الله بالخير. يعطيك العافية. نور بوجودك أهلها إن شاء الله. يا هلا فيك. احنا اليوم ترسنا الاستوديو ورد بس علشان حضرتك. الله يطول بعمرك. اول شيء نشكر اخونا اللي كان موجود اول صراحه صراحه شيء جيد وشيء مميز. هذا اللي يقول لك انتاج كويتي ان شاء الله. انا دائما اشجع الكويتي حبيب بصباح. في البدايه طبعا بسالك عن الجوله الثالثه من بطوله الكويت للراليات اللي انتهت امس. نبي نعرف شنو نتائجها وين وصلتهم. طبعا هذه الجوله الثالثه مثل ما تفضلت اللي متصدر لحد الان نقاط لنا هي تشامبيونشيب بطوله فيها خمس جولات ان شاء الله في باقي الرابعه والخامسه اللي راح ينضمون مع الرالي الدولي ان شاء الله على فتره اليومين الاول والثاني. ما شاء الله البطلنا الكويتي مشاري الضفيري طبعا مبدع ما شاء الله وهو ما شاء الله متصدر. وعندنا هم اخونا الشيخ حمد بن عيد ال ثاني من دوله قطر هم بالمركز الثاني. وفي طبعا ابطال ووجوه جديده كل سنه ما شاء الله قاعد نشوفها قاعد تشارك معنا. ما شاء الله. قبل لا ندخل في تفاصيل العمل والرالي نبي نفهم يعني شنو رالي. يعني كثير من خصوصا النساء يعني يشوفون سيارات متسابقين ومدري شنو كلنا عندنا سباق سيارة. صح سباق بس شو اللي يفرق مثلا في فورمولا 1 في عندك الرالي شنو شو الفرق بينهم؟ الرالي طبعا غير عن فورمولا 1 من ناحية وضوح أكثر إنه ما في سيارتين يتسابقون مع بعض. الرالي هو يتسابق على الوقت مراحل عدة مراحل طبعا على حسب حجم الرالي. مثلا يعني المحلي دائما يكون أكثر كمسافات المراحل من الدولي ولكن سيارة تنطلق وراها سيارة بينهم الياب تقريبا 3 دقائق على أساس نعطي فارق. خاصة عندنا جونا رملي غبار يطلع من وراء السيارة فتعطيه نفتشة على أساس أنه ما يكون في يعني عائق على السيارة الثانية اللي وراها. إجمالي كثر الفتشة يعني؟ يعني 3 دقائق. 3 دقائق. طبعا بس كل متسابق ووقته. كل سيارة عليها جهاز تتبع عن طريق أقمار صناعية وتبين من بدايتها إلى النهاية كل مرحلة. وطبعا كل وقت ينزاد على الثاني من المرحله الاولى للثانيه لين يخلصون ويبين الفارق. طبعا اذا في احد اخطا او طلع من المسار لان عندك جاب تقريبا نقول 50 متر ما تطلع لا يمين اكثر ولا يسار اكثر. في بلنتي. البلنتي ينحسب على حسب قرار لجنه الحكام من 10 ثواني الى دقائق وهذا طبعا تفرق من الاول الى الاخير. شلون يتم مراقبتها؟ هذا طبعا كل شيء موجود تتبع فيه. في كنترول روم موجوده دائما ننسقها احنا مع اخواننا بشيشه لان ناخذ منهم الغرف. والاخ وولف جاند اللي هو شخص الماني عنده شركه سبورت تراكس تتبع عبر الاقمار الصناعيه. طبعا يستخدمونه مو بس حق الراليات يستخدمونه حق جميع انواع الالعاب حتى الطراريد يستعملونه. فدقيقه جدا تعطينا الاجزاء الثانيه على اساس ما نظلم بخت احد لان هذه جدا حسبتها دقيقه. لعبه سيارات سواء رالي فورميلا اللي تفرق وياك حتى اذا كان سياره درج يفرق وياك على قولتهم دعامين درج مع بعض. هذا اختصاصك. احنا يا عبد الله نبي مصطلحات سهله شويه. ترى اختك ما تعرف شيء بالسيارات. صح لازم احنا نقول نوضح لام احمد يعني موضوع الدرج سيارات اللي هي يم بعض وتدوس مسافه 180 متر بس. بس عبد الله صدقك ام احمد على اسم متسوبيشي. ايه عجبتني متسوبيشي. متسوبيشي. انا حسيت الصوت الحين فيه. الحين السيارات ابي اعرف انا السيارات قاعد تكلفكم وايد. نعم. وسيفتي من داخل والجول تسوونه والحمايه وكل شيء. ابي اعرف ليش الحين اكثر الراليات اللي قاعد نشوفها برا في ناس يوقفون بمكان خاصه في المنعطف اللي يكون فوق تحت في ناس تصور زين هذول ما تشيلونهم؟ يعني هذا اكثر قاعد نشوف اكثر الحوادث الموجوده في اليوتيوب. اكثر الحوادث قاعد تصير في هذه المنطقه بالذات اللي لما يبي يكوع بلف فوق تحت يطق له واحد ولا اثنين يشيله من المصور. زين وين السيفتي بالموضوع؟ طبعا انت السيفتي قبل اي شيء ثاني. اي سواء من المراحل او من سيرفيس اريا التجمع سيارات لانهم في بنزين سريع الاشتعال وكذلك اشياء ثانيه. ولكن نعطي دورات حق
اخواننا الاعلاميين خاصه اللي جاي من برا، لان ما تدري انت هذا اول مره ثاني مره صح. عشر مره، ولكن ما احنا خسرانين ان ننوههم على خطوره الاماكن اللي يتواجدون فيها صح. خاصه بالحلبة نفسها يعني بالمسار نفسه. فنعطيهم على مده يوم او يومين، عندنا ناس مختصين في برنت اوت يشوفونه ويسالون، خاصه الشخص الجديد انت تبي تشجع الناس ما تبي تخلي الناس تنحاش من الشغله. فلله الحمد ان عندنا طاقم مختص بالشغله هذه، وعلى الارض في مارشليه وسيفتي بيبل في مسافه يعني بينه وبين اللاين نفسه، في ناس يروحون اذا شافوه انه مثلا واقف موقع خطر عليه او خطر على حتى المتسابق. انت المتسابق هم لو الله لا يقول اصطدم بشخص واقف مصور او غيره، هم انت تخاف على المتسابق نفس الشيء يعني صحيح. يعني نقدر نقول ان الخوف على الجميع الاشخاص الموجوده. حلو حمي، يعني انت مستعدين، بس نبي نتكلم عن استعدادكم في الجوله الرابعه حق هذا الشهر، شنو مستعدين له كسيارات كفريق؟ طبعا المتسابقين نفسهم ان شاء الله راح يزيدون، طبعا بما انها راح تكون متناسقه مع بطوله شرق الاوسط الام ار سي، وراح تكون هذه الجوله الثانيه من بطوله شرق الاوسط مع البطوله المحليه، لان بطوله شرق الاوسط تبدا على مرحله ثلاث ايام اللي هي راح تكون 24 25 26 مارس، و24 و25 26 مارس راح يكونون هم جوله بجوله راح نحسبهم كبطوله محليه نهايه الجوله الرابعه والخامسه ان شاء الله. زين هذا الموضوع راح تسوونه، راح تمرون على رالي الاردن عدل؟ اي طبعا. هذا متى باي تاريخ؟ والله ماني ما مو حاضرني بالضبط، بس هي دائما تجي بعد رالي الكويت. بعد رالي الكويت نعم، اول افتتاحيه تكون دوله قطر، دوله الكويت، الاردن، لبنان، قبرص، وختامها تكون بدبي. من قبرص لدبي مره ثانيه؟ كنا داش عرض قبرص. هي ان شاء الله والله كذا سنه معاهم، وهذا جدول الميدل ايست. طيب شيخ عذبي، احنا اليوم قاعد نتكلم عن الاحتفاليه اللي صارت امس، كنت موجود؟ انا والله لا والله شفتها بالتلفزيون، والله يعطيهم الاخوان طبعا الكل اللي كانوا موجودين من مصورين من مخرج، وانتم ان شاء الله كنتوا موجودين، سمعت انك كنتي بالاوتيل. انا كنت بالمدينه قاعد اشوف المدينه طبعا شيء صراحه يفرح الجميع، وان شاء الله هذه تكون نقطه كلنا نستوعبها ان الديره هذه اعطتنا، ولا بد ان نعطي بكثر ما نستطيع طبعا. شيء جميل جدا، وتويت العطاء من ولدنا وعرفنا فيها. اكيد اكيد. احنا طبعا عندنا هذا التقرير، احنا مكملين مع حضرتك ومع مشاري الظفيري، بس انا راح انزل عند المستبيشي تحت، المستبيشي راح انزله تحت عند المستبيشي، فراح اكون انا موجود مشاهدينا عند المستبيشي تحت، وراح نتكلم عن تفاصيل هذه السياره السريعه ان شاء الله. بس الحين خلونا نروح مع زملائنا عبد الله اليحيى وايضا ساره المنصور، كانوا موجودين على شارع الخليج العربي وطلعوا لنا هذه اللقطات وهذا التقرير، نشوفه مع بعض ونرجع نكمل حوارنا. مسي عليكم مشاهدين برنامج ليالي الكويت، اليوم احنا متواجدين في شارع الخليج مع هالاحتفالات وهالكرنفالات الحلوه اللي تنظمها الديوان الاميري. الحين راح نروح ناخذ اراء الناس ونشوف امنياتهم بهاليوم. اول واحد اكيد ارحب مشاهدين ليالي الكويت الموجودين معانا، راح نشوف الحين ردود افعال الناس. انا اتمنى اكيد كل خير حق الكويت الحبيبه، امنيات شخصيه وايد، امنيات على الصعيد العملي هم وايد، امنياتك ساره شنو؟ طب ما خليتني، ما اعطيتني فرصه اقول امنياتي. امنياتي ان شاء الله الله يديم الامن والامان على الكويت وعلى الشعب الكويتي، ويحفظ ديرتنا ويحفظ صاحب السمو ويحفظ كل احبابنا وقرابنا يا رب. وشنو حاب تقول بعد؟ حاب تشوف الناس، يلا على طول نشوفهم، خلينا نشوف الناس معانا قبل انطلاق مهرجان الالعاب الناريه. قول لنا شنو امنياتك بمناسبه اليوم، بمناسبه هذه الاحتفالات الوطنيه؟ امنيتنا ان شاء الله الله يطول بعمر شيخنا ابو نصر قائد الانسانيه الشيخ صباح الاحمد والحكومه الرشيده ويوفقها. الله يحفظ الكويت ان شاء الله ويديمها لنا دخر، وهذه ثاني مره اي حق الفعاليات اللي مسوينها. امنياتي كل خير حق ديرتي، حق شيخي، حق عقوبتي، حق شعبي، حق ديرتي يا رب.
ان الله يحفظ ديرتنا واميرنا وشعبنا يا رب. احنا الحين عند ابراج الكويت وناطرين الاحتفاليه، والله ان شاء الله يخلي لنا الشيخ صباح. داخل سيارة نقل مهرجان الألعاب النارية مع المخرج سعود راشد الرمح، يعطيك العافية. الله يعافيك، سلمك عبد الله، ما قصر. قل لي شنو الشعور؟ احنا شفنا الأجواء والمشاهدين شافوها على الهواء، لكن أنت داخل السيارة شنو كان؟ داخل السيارة كان يعني حال الشغل كل اللي نشتغله، احنا هني شباب تلفزيون الكويت نشتغل بإخلاص، نجهز أيام وأسابيع وأشهر للأمانة قبلها عشان نطلع اللي أنتم شفتوه على الهواء. وان شاء الله يكون يعني انا اللي اسالكم مو تسالوني انتم، اللي ان شاء الله يعني يكون عجبكم. يمكن ديوان الامير ينظم نفس الفعاليه في 2012، اليوم انت متخرج نفس الفعاليه، شنو اللي فرق وياك؟ والله اللي ما فرق يعني كتعامل مع الديوان الاميري ولا الشيخ امثال ولا لجنه احتفالات بالاذاعه الوطنيه ولا الشباب بوزاره الاعلام، ما فرق صراحه معي ابدا. بس صرنا اكسبيرينس شويه اكثر كون التعاون الثالث مثل الاحتفالات، فكلنا صرنا يعني متعودين، صرنا الجروب مال الألعاب النارية. فبهالفرصة يعني أشكر الصراحة الأخت علياء المهنة من ديوان الأميري، كانت الدينامو يعني للأمانة حق الحفل مع كل الجماعة، القوات الداخلية، الجيش، الكل للأمانة ما حد قصر معنا. فما ودي أنسى أحد، بس هي هذه الإنسانة كانت من الصبح لليل ما نشوفها، طالما أنا موجود ألقاها موجودة. ساعة من الألعاب النارية ما تمنيت تطلع دقيقة واحدة تشوفها على الهواء برا؟ أكون صريح، والله حاولت حتى أشرت على، قلت حق إبراهيم الملا كهو معي كان مخرج، طلع قش بس ما طاوعني قلبي إني أخلي الهواء وأطلع، حتى هو ما قدر يطلع. معنا الحين مشاهدينا مخرج منفذ أكيد الاحتفالية اللي شفتوها للألعاب النارية إبراهيم الملا، قواك الله. الله يقويك عبد الله ومشكورين. لما أنا ما أدري إيش أقول، وايد مستانس، وايد مستمتع. تعب الأسبوع أكثر من أسبوع اللي تعبناه، لكن يوم دخلنا السيارة وبدأت الحفل مسح كل هذا. أتمنى إنه عجب الجمهور، أتمنى إنه وصلنا أحلى صورة حق اللي شفتوه اليوم. أشكر كل الطاقم، أشكر سعود اللي أعطاني الثقة إني أكون معاه، أشكر الهندسة، أشكر كل شخص، ما أبي أذكر اسم وأنسى ناس ثانية، لكن الأمانة جدا كانت تجربة حلوة بالنسبة لي. وفرنا أجهزة كتير أضافت للعمل فعلا رونق وجعلته عمل متميز جدا. العمل تم بنجاح كبير بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل تعاون جميع الأطراف. بعد انتهاء الألعاب النارية معي طلال حمادي، قواك الله طلال. الله يقويك ويعطيكم العافية، أنت اللي قواكم والله. الله يعافيك، شلون شفت الألعاب النارية؟ كانت وايد حلوة، والصراحة كانت أجواء وايد حلوة، خصوصا الأبراج والبحر، الإضاءة الشوارع كانت وايد حلوة صراحة. هنا أصبح المجد هنا، عاد يشتب الغنى، صوت وغنى لنا. وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع يتحدث عن استخدام وسائل الوسائط في وزارة العدل وكيف سيستفيد منها المواطن. أهم القضايا التي قام بها وزير العدل لتطوير الأحكام. وعن وزارة الأوقاف، كيف تستفيد الوزارة من إنتاجية الفرد الكويتي؟ ما هي الرسالة الفكرية التي تدعمها وزارة الأوقاف تحت إدارة الوزير الصانع؟ قضايا جريئة سوف نواجه بها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع غداً
في ليالي الكويت. يعني شفنا معاكم الأجواء الجميلة طبعا وستاف العمل الجبار اللي نقل على الهواء مباشرة الألعاب النارية من أمام طبعا شارع الخليج العربي وأبراج الكويت اللي أنيرت سماءها طبعا ذاك اليوم اللي هو كان أمس، ساعة كاملة من الأغاني الجميلة وأيضا الألعاب النارية التي لا تنسى. على العموم احنا مكملين مع حضراتكم حواراتنا الليلة، ونزل زميلي عبد الله طليحي تحت علشان يكون مع بطل الكويت مشاري الظفيري، راح يتكلم معه ونرجع بعدين نكمل حوارنا مع الشيخ عذبي نايف الجابر الصباح. يا طبعا مثل ما انت شايف انا حاليا موجود هنا عند المستبيشي ومع طبعا ايضا بطل الراليات مشاري، مساك الله بالخير مشاري، نورتنا في ليالي الكويت. طبعا نبيك تكلمنا عن احنا شايف سيارتين مختلفتين عن بعض، هذه سيارة مبينة معدلة زيادة وهذه سيارة أشوفها ستريت يعني سيارة شارع، شو الفرق بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكركم على استضافتكم لنا في البرنامج. طبعا مثل ما أنت شايف هذه سيارة رالي مخصصة للرالي. حلو. من الحماية اللي داخل والكشنات سيتات. حلو. والفاير سيستم التواير سسبنشن عليها المعاون وكذي، توائر لازم تصير الحجريه عشان نعم اي، وعندك بعد يكون فيها بروتكشن تحت الومنيوم على اساس انها لا تضرب الارض وكذي. اما هذه لا سياره ستريت استخدام يومي يشغلون فيها مكيف عادي. اي عادي عادي. زين كلمنا على الاجهزه اللي داخلها، هذه عليها جهاز تيربو سياره؟ اي جهاز تيربو. وهذه نفس الشيء كلها احنا عندنا روز تبع الجروب ان، احنا هذه فئتنا فئه الجروب ان يسمونها الانتاج التجاري، روز انك ما تغير في البدي الخارجي والماكينه ما تغير شيء يغويها، بس في شغلات تستحمل مثل نحط احنا بستن ذراع نفس الحجم يعني والتيربو نفس الحجم لازم عشان ما ينكسر مع ما تنكسر معك الماكينه فتحط لها بستن مع ذراع يكون يعني هيفي ديوتي. ايوه وعلى اساس انه شنو تكون كل يعني السيارات يعني متساويه على يعني على قوه واحده. صح. عشان يكون في انصاف في السباق نفسه. زين نبي نتكلم الحين عن تكلفه السيارات هذه مشاري، كم تكلفكم تقريبا يعني الرينج مالها ما بين كم وكم؟ طبعا تكلفتها يعني سياره جروب تراوح من 30 40 50 ألف توصل، لكن مو توصل 50 ألف. أنا قلت بالساعة حق المشاهدين قلت لهم من 20 إلى 30، لكن مو هذا يعني لا المهم، الأهم إنه شلون تشغلها كرالي. كرالي يعني مو أقل من 4000 6000، إذا كرالي دولي يمكن 8000 دينار. هذه طبعا حق تجهيز السيارة، حق رالي واحد، رالي واحد تجهزها ب 4000 دينار. زين شنو عادة تحطوا لها غير البلاكات تبدلها غير التواير شنو تسوي لها؟ عندك إنجينير تجيب خاص مبرمج لها. حلو. يكون متابعها السيارة قبل تسوي تست على السيارة. طبعا توايرها يعني الرالي كلفك 10-12 تاير حق محلي. حلو. دولي 16 تاير. فيول خاص نشتري من شركات أمريكية. ايه. عندك ميكانيكية تجيبهم من برا بعد. ممتاز. يومية وفندق وتكت والأمور. ايه. هذه يكلف غير سبير بارت اللي تجيب لها، يعني كل رالي تجيب لها كلتش تيربو سفايف بريك بارت. الكلتش كل دوسة تبدل صينة كلتش؟ إذا رالي دولي إيه، كل بعد رالي دولي تبدل، رالي محلي يعني بين راليين يعني ثلاثة تبدل. في صينة كلتش الحين اللي هي الهيفي ديوتي اللي تستخدم نفس مثل الموستنجات السنتر. اي كلهم شركات هذول يعني أي معدله يكونون. أي يعني امريكيه وفي يابانيه. يعني انتم ما تستخدمون اصلا صينيه وكاله نهائي؟ لا 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 ما صينيه معدله عشان تشيل الماكينه. اي اي. زين عاده هذا المكاين نتكلم عن سيارات الحين مثلا، خلينا نتكلم عن هذه، كم حصان على الويل؟ هذه على الويل يعني تعطيك يمكن من بعد الكمبيوتر لانه يكون عليها هذه شنو؟ فتحه التيربو. أي هذه هي تقريبا 64. اي لكن في الرولز عندنا لازم نصغرها الى 33. 33 عشان تقل الباور حق جميع السيارات. يكون في سيف بالامر. أيه. عشان تكون في سيف بالسيف احنا نعوض. أيه. احنا نعوضها في التيون في البرمجه. أيه. تبع الانجينير يرفع لنا البوست ويرفع هذه. حلو. فيعني تطلع يمكن 300 ولا شيء. تطلع 300. اي لكن في التوب سبيد كم قاعد نطلع احنا؟ في التوب سبيد قاعد نطلع 230 240. يعني في تمشي. اي زين ما يعني انا قاعد اشوف صح، انا سيارات عاده اليابانيه دائما اشوفهم هم طبعا سريعين ما يعتمدون على التورك، يعتمدون دائما يعني على حتى الهورس باور يكون صغير وماكينه صغيره. شو اللي يميز السياره اليابانيه عن السياره الامريكيه مثلا؟ خلينا نتكلم يعني ليش ما نشوف مثلا سيارات امريكيه داخل الرالي؟ انا دائما اشوف سيارات يابانيه، ليش اعتمادكم على السياره اليابانيه اكثر؟ طبعا اول شيء احنا لازم تكون سياره دفع رباعي فور ويل درايف، وفي شركات خاصه مهتمه بالموضوع هذا. مثل متسوبيشي، مثل عندك السبارو، عندك الفورد، نيسان. اي نيسان هذول كلهم شركات تقوم يعني تفتح مثلا عند الاتحاد الدولي FIA رولز معين وهم لوكيشن معين تصنيف معين للسياره هذه. فمن باب هذه الشركات الثانيه المعدله مثلا شركات المعاونات، شركات الكلتش، الماكينه والجير مع البساتن
هذه هم بعد تصنع شغلات لسيارة السباق الخاصة. حلو. يعني في دعم لكم في سبونسر ها؟ طبعا أنا اليوم سبونسري الشيخ محمد خالد الجراح دراجون لاين 65 ممكن تعرفها بعد. هو وجه له التحية والشكر وبقفته معاي. عندك الشيخ عذبي مو مقصر معاي، الأب الروحي وقريب مني حبيب الكل الشيخ عذبي، وهو فاهم بالسيارات بعد يعني صح. فيعطيني نصايح فيها. وعندنا نادي باسل اللي هو احنا تحت مظلة مال ربع ميل. مال ربع ميل. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك. وانت بطل وامانه مفخره للكويت، ويسعدنا وجودك اليوم. علشان كذا نكمل مع الشيخ عذب الصباح عشان نكلم عن باقي موضوع الراليات. نرجع لكم الاستديو. حياك الله عبد الله، وشكرا جزيلا طبعا لبطل الكويت مشاري طفيري، ونتمنى له ان شاء الله تكمله السباق على خير ويكون يعني من الاوائل باذن الله، ونشوفه دائما في اعلى المراكز ويرفع علم الكويت في المحافل الدوليه. نرجع لك مره ثانيه شيخ عذبي، المحافل الدوليه لازم اسالك، يعني معروف ان الرياضه بالكويت موقوفه حاليا، فشلون قدرتوا ان تكملون يعني سباقاتكم تحت الاطار الدولي؟ الاطار الدولي مثل ما تفضلتي. احنا ما نخضع تحت الاولمبي. لعبتنا لها اتحاد دولي للسيارات الافاي، فمو داشه من ضمن الالعاب الاولمبيه طبعا. فاحنا برا التوقيف اللي حايش الرياضات اللي تتعلق بالاولمبي. اي طيب، يعني شنو تعليقك على هالموضوع هذا شيخ عذبي؟ يعني تتوقع ان في ظلم على الرياضيين والعمل الرياضي والساحه الرياضيه كلها بالكويت؟ في ظلم على الدوله كاملها برياضتها طبعا. نعم. مو بس اللاعبين يعني، ولكن ان شاء الله نطوف المرحله هذه وتعدي باذن الله، ومن نرجع ونطيح بمشكله مثل المشاكل هذه ان شاء الله باذن الله. حابين نتكلم عن الدعومات الحكوميه، يعني انتوا عملكم وسباقاتكم مكلفه جدا على ما اعتقد، فهل هناك دعم حكومي؟ هل هناك دعم من شركات مثلا كسبونسرشيب او شيء من هالنوع؟ دعم من شركات طبعا، كلجنه منظمه في دعم بسيط من شركات، وشركات ربعنا طبعا الحمد لله موجودين كمتسابقين. طبعا احنا نادي يتبع هيئة الرياضة، مو مقصرين معانا من تفرغات رياضية. دعم موجود ولكن قليل جدا. ما نقدر نقارن ميزانية النادي سنوية بمتسابق برا بالخليج طبعا أكثر من 40 ضعف. أي. ففي بدون لن يبرر يعني بالضبط. يعني الافرج كم حق تكلفة المتسابق او البطل حق الرالي؟ حق الرالي على حسب، انت تبي تتكلم عن رالي محلي 5 جولات؟ اي هذه نقول فيها 50,000 تقريبا، بين الى 50,000 نقول معقوله. طيب ما نقول احسن شيء، ولكن تبينا يشارك ببطولة شرق الاوسط اللي عندنا ان شاء الله جولة ثانية اخر الشهر، لا راح تختلف لان فيها سفر، فيها لوجستي وايد يعني. غير تذاكر سفر حق المتسابقين، غير الفريق الصيانه اللي تجينا من دوله اوروبيه طبعا محترفين، غير السكن ووايد اشياء، والنقل طبعا يبي له 7 إلى 8 آلاف اقل شيء في الجوله. ضربيها بسبع جولات الجوله الواحده. اي ضربيها بسبع جولات. تضربها على كم جوله؟ جولات هذا كمصروف. أيه. غير المبالغ اللوجستية، فتكلف جدا جدا كثير. نعم، بس على العموم يعني وإن كانت مكلفة لكن هي رياضة جميلة، وعلى الأقل يعني الشباب يطلعون حرتهم بدال الشوارع اللي يكون عندهم يعني مظلة يعني يتسابقون تحت إطارها. طبعا نادي باسل سالم جميع لعبات السيارات، رياضة المحركات موجودة من سيارات ودراجات بعد. هو نادي حكومي لجميع الفئات، وطبعا اخوان اللي ودهم يسجلون عندنا بالعكس احنا سعد الرحب نسجلهم ونعينهم ونعاونهم اللي نقدر عليه، وهذا طبعا راح يساعدنا ان نخفف المشاكل اللي قاعد تصير بالشوارع العامه. نعم. طبعا مشكور وايد لوجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله المراحل القادمه ايضا يكون اسم الكويت فيها من ضمن المنافسين الاقوياء ان شاء الله باذن الله. مشكورين على الاستضافه. حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. مشاهدينا راح نرجع لكم مع اللي نسق لنا هذا الورد الجميل داخل الاستوديو، طبعا مبارك السرحان راح يكون معانا بعد هذا الفاصل.
حياكم الله معانا من جديد. طبعا بياع الورد وصاحب الورد وايضا العقل المدبر كلهم موجودين معانا الليله. راح نتكلم عن هذا الورد الجميل وعلى فكره ان شاب كويتي يكون بائع متجول للورود والازهار، هذا شيء جميل جدا. واول واحد غاده. واول واحد طبعا. مو ست الحبايب، اول واحد طبعا مساك الله بالخير مبارك وفهد، نورتونا في ليالي الكويت. نبي نتكلم عن ورد النور. ورد ما شاء الله انتم نوركم يعني ما شاء الله ورد وكله ورد. الله يسلمك ما عليك زود. عندنا اغنيه نبي نهديهم اياها، ايش رايك نسمعها؟ نسمعها يلا شباب؟ يلا نسمعها شباب. الحين وبعدين نكمل حوارنا معاهم. هذه الأغنية وهذا اللحن إهداء من رئيس فريق الإعداد قاسم عبد القادر حقكم أنتوا. هي وردك يا ندية. أنا أتذكر أبوي الله يرحمه كان يحب هالأغنية. أنا أقول اللحن لحن هابس اللي ذكرتيني فيها. دكتور ياسين رمضان. خلونا نتكلم الحين مع طبعا الشباب الكويتيين اللي منورينا بالاستوديو، مبارك السرحان وفهد السرحان، مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالنور ويا هلا ومرحبا فيكم. نبي نبدي معك مبارك، شلون جاتك الجرأة تخلي الشهادة على كتر وتبدي بالورد، وشنو علاقتك مع الورد؟ أول شيء طبعا الدراسة شيء وعملك اللي انت هاويه شيء ثاني. اني انا يعني هذه الفكره، السؤال هذا وايد اطرحوا لي، اني انا اداوم في مكان معين في الساعه الفلانيه واطلع في الساعه الفلانيه اللي حددها غيري، انا هذه مو هاويها. مع انه يعني اخواني اخوي الكبير واهلي الكل قاعد يقول لا توظف ما ادري شنو احسن لك. ما تحب الروتين؟ ما احب هذا الروتين. طبعا جامعي تخصص لغه عربيه، اداب لغه عربيه. اما علاقتي مع الورد هي شو اقول لك يعني، هي يعني علاقه ان شخص واحد يكلم واحد، يعني دائما يقولون ان الورده تحس بصاحبها. شلون؟ يعني انت لما تاخذ الورده يعني هذه راح تنطبق على نفسيتك. اذا نفسيتك انت حلوه الورده راح تبقى وياك وقت اكثر. الله. تعيش اكثر. تعيش اكثر. اذا انت نفسيتك يعني تعبانه او شيء راح تذبل، انت راح تشوفها. سبحان الله. سواء حطيتها في ماي ورد، قاعد بعضهم يقولون يعني انت ماي ورد او شيء. ماي وشكر. ماي وشكر. انزين. لا لا. هي دايركت مع النفسيه. يعني تعيش بالحب. بالحب. زين فهد نبيك تكلمنا يعني يوم ما مبارك قلت له الفكره مالت الورد، انت كنت داعمه ولا كنت ضده؟ لا إيه، لان احنا بنعرف، لان اعتقد مثل ما موجود عندنا ان الاهل اعتقد عرضوا فكره الورد بالبدايه. والله شوف انا في البدايه راح اتكلم يعني ما اقدر اخذ حقه ولا نصيبه من هالشيء هذا، لانه فكرته وهو اللي بدا فيها وهو صاحب الفكره وصاحب المجال. في البدايه بصراحه يعني كان في معارضات على المشروع وعلى الفكره بحد ذاتها. يعني فكره يعني اول مره، وبالنسبه لو عاداتنا وتقاليدنا اللي معتاده ان شخص كويتي ينزل بالشارع ويبيع ورد، كنا رافضين هالفكره انه ينزل للشارع ويبيع ورد. يعني قلنا كنتوا موافقين على فكره لو انه فاتح محل عادي ما عندكم مشكله، اذا محل اوكي مشروع تجاري اوكي اقعد بالمحل ومو مشكله، بس هو كان هاوي شنو؟ اني انا والله لا بنزل للشارع، ابي اشتغل الشغله هذه، حاب الفكره هذه. زين يمكن شافها بالدول الاوروبيه برا، راح تنزل له يمكن شافها بالدول الاوروبيه برا او في بعض الدول كذا دوله، يمكن بهولندا وبفرنسا وبالمانيا باع ورد متجول، فحب الفكره هذه وحتى ماخذ ستايل الاوروبيين. اي اي مبارك طيب يقول اي فرغت الكابوس. في البدايات كان في معارضه، بس لما شفنا الفكره فيها تقبل ايجابي من الشارع
ومن الناس وحابين الفكره بصراحه. كل الناس تحب الورد. اي يحبون الورد، بس انت لما تحب الورد تروح المحل وتتعنى تشغل سيارتك وتروح المحل عشان تشتري ورده ولا بوكي ورد، فرق لما تكون قاعد بكافي شوب زين وتكون مناسبه مثلا عندك مثل ما نقول بعيد الفالنتاين ويكون هو مارك فجاه راح تنادي على طول راح تنادي اي وتستغرب. او عيد الام. عيد الام عيد راس السنه ست الحبايب زين. فحبينا الفكره. بدايتنا معارضتنا بعدين تحولت المعارضه هذه الى تأييد ودعم. يعني قدر يكسبكم. ايوه قدر يكسبنا من اللي شفناه طبعا من الشارع ومن تقبل الناس. حلو. ومن حب الفكره بشكل عام. شلون تفاعل معك الشارع في البدايه؟ انت ما كنت شويه محرج يعني في الاول انك تنزل وتكلم الناس كذي يعني تبيع لهم الورد؟ والله هي بداية أكيد فيها إحراج، يعني خاصة أن أول ما طلعت كان وياي صاحبي، ما قلت له أنا بذكر اسمك في كل مكان أروح لصاحبي محمد حسن، ويستاهل أني أذكر اسمه في كل مكان لأنه هو أول واحد شجعني طبعا. لأنه تحملك. طلع وياي للشارع. لأنه تحملني طلع وياي للشارع. فبداية كانت فيها جانب إحراج قوي جدا. أنت كنت محرج لأني أنا عارف المجتمع شنو يعني أنه عندي في عادات وتقاليد، يعني أنت مثلا مبارك تنزل مكان أو بتطق مثلا على مثلا بنت بالسيارة تقريبا ما تنزلك الدريشة في البداية حتى لو أنك صحيح تبي تبيع ورده مثلا او تبي تهدي ورده. نعم. الناس يمكن ما تتقبلها، فانت شلون قدرت تدارك هذا الموضوع؟ انا بس بالنسبه ان انا طبيعتي مو اني اي للسياره، هي في اماكن معينه انا اروح لها، مثلا كافيهات الارصفه، المباركيه ساحه سومو، او مطعم بيت احمد ايضا كان من المشجعين لي على الفكره. يعني تستاذن من اصحاب المحل؟ ايوه، وطبعا الكل ما يرفض، بالعكس هذا قاعد يسوي شيء، يعني قاعد يسوي شو داخل الكافي. فبدايته كان في احراج اول يوم فقط. ثاني يوم لما شفت تقبل الناس ومستانسين، وحتى اسمع باع ورد باع ورد باع كذي، انا استانست قلت جيد. ثاني يوم ما في هاي شيء. مبارك تخيل الحين مثلا انا وغاده قاعدين في كوفي شوب مثلا. نعم. شلون تينا في البدايه تقطع كلامنا وتقول اشتروا ورد؟ يعطيكم العافيه. اي مشروع شباب كويتي. إيه؟ باع ورد متجول، تحبون تشترون ورد؟ شي تقول لي على طول كويتي تعال عطني. زين راح اقول لك بكم؟ ما يكون غالي. لا لا لا، هو السعر السوق يعني ما يفرق، بس اني اخذ شيء نسبه بسيطه حق التعب اللي انا قاعد افتر فيه. والله تستاهل يعني. بس والله خوش شغله هذه بعد رياضه هم. انا فوق الضعف قاعد يقولوا لي، يعني قاعد يقول لي اخوي انت كلش راح تختفي مره واحده. يعني انت قاعد تضعف، ما قاعد تاكل يعني كلش. والله هذه المشكله، اني انا سجلت بنادي بس عشان شنو؟ اني اقدر اوازن جسمي. يعني قاعد يقولون انت قاعد تفقد يعني من وزنك اكثر. والحين الجو حلو زين، ياك الصيف شو بتسوي؟ لا هذه فكره ثانيه، والصيف راح تكون في فكره ثانيه. ايش بتسوي بالصيف؟ هي الفكره طبعا حابين الورد يتبعونك. طبعا هي الفكره اني انا ناقش فيها طبعا مع اخوي فهد، انه قلت له بنسوي كرفانات امريكيه. الكرفانات هذه مظهرها الخارجي تكون يعني مبينه انه ورد حق ورد، سياره مرسوم عليها ورد، سياره مرسوم عليها ورد، وايضا تحمل الورد وتكون متجوله على الشواطئ على الكافيهات يعني بالشارع كذي، وتشارك ايضا في المهرجانات نفس كرفانات المطاعم تقريبا نوعا. الحين فهد اعتماد الترويج على كل اي سلعه على الانستغرام، ما فكرتوا انتم تدشون في هذا المجال ولا خلاص خليتوه عادي؟ لا هو شوف دائما هو بايع متجول، الانستغرام يحتم عليك انك تروح للمكان نفسه توصل. عرفت؟ انت ما تبي. بس هو اذا باع متجول يتوجب عليه انه يكون باماكن عامه مثل البازارات في المجمعات، الاسواق القديمه الكافيهات مثل ما ذكرت لك، المباركيه وكذا مكان اللي فيه تجمع، الكافي شوب، الأماكن الأسواق القديمة، بيت أحمد، ساحة سومو، الأماكن كذي. وهو ذكر لك قبل شوي قال لك على أن الفكرة بيطورها، احنا قبل فترة حاولنا أن نطور الفكرة مو بس بكرفانات وبأمور هذه. طرت علينا فكرة أن ليش ما مثلا نقول بيعك أكثر يعني كنوع من أنواع برستيج الجديد أنه على قاري. حلو. زين ايش العده مالته؟ تكون سله في ورا قاري ثلاث سواير كلاسيك. اي حلو تكون في سله. حلو فكره زين. انا تخيلت شكله حلو. اي يمكن مو شايفتها الا بالدول الغربيه كذي، في على قاري ويتجول بنفس الاماكن اللي يمر عليها متجول على رجوله يمرها بالقاري.
ويبيع ورد وراح يكون المنظر جدا يعني. والسلة هذه تكون نوع واحد من الورد ولا شلون؟ هي الجوري أكثر شيء يطلبونه. أي. الجوري فأنا على حسب طلب الجمهور خلينا نقول أو الشارع. أنا دائما يسألون يقول نبي الجوري وأكثر طلبات على اللون الأحمر والفوشي. ما أدري هذا طبيعي. هذا اقرب للطبيعي. هي قاعد اقول ان سكته ما ملمسه غريب شوي بس هذا طبيعي. ناشف. البوكي طبيعي. هذا طبيعي. اي هذا جميل زين. جدا الكنترول مرتين قالوا الاسعار. اسعاركم شلون؟ على قولتهم بمتناول الجميع ولا لا؟ اسعارنا يعني ترى ما اعتقد لان الورد راقي صراحه مبين. انت تجيبه من برا ولا تاخذه من احد؟ احنا نتعامل طبعا ويا شركه اللي هي شركه نبات. اي وايضا كانت داعمه لنا الفكره تعطينا باسعار جدا ممتازه. واخذنا بوث معين عندهم انه حقي انا بائع الورد ودعموني بالفكره والله يعطيهم العافيه. وايضا في تعامل وياهم. طبعا التعامل هذا عن طريق اخوي فهد لعلاقته وياهم. فالحمد لله اسعارنا في متناول الجميع طبعا. ودائما شوف احنا يعني نحرص على نقطه معينه ان الورد دائما يعني ما نحرص على الاسعار تحديدا لان الورد رساله حب وتفاؤل وسلام. هذا يعني نحرص على ان الزبون لما يجينا او الشخص لما ياخذ ورده يعني مو بالاحرى اني اركز على السعر. عرفت؟ فلما الزبون ياخذ من عندي وهو في قمه سعادته ورده يمكن بعض الاحيان اقول له باخذها بالعافيه عليك. انا قاعد اوزع يمكن فوق ال 20 ورده بلاش. صحيح. اكثر من 20 ورده بعد. انت وزعت 20 ورده. ما احب ارد الياهل والمره علشان كذي يعني احنا في الاهل الكويت نبيك تهدي ورده واحده حق شخص تحبه من خلال هالشاشه الحلوه. وفهد انت نفس الكلام تهدي لمنو؟ الورده اللي عندي انا ورده واحده. ورده واحده حق الوالده امي. الله يحفظها ويطول عمرها فهد. وانا كذلك بعد اهدي الورده حق الوالده لان هي العامل الاساسي بصراحه هم حق دعم هالمشروع هذا. هي طبعا من البدايه كانت رافضه بس بعدين رضت. ايوه مثل ما قلت لك كان في رفض بس لما شافت تقبل الفكره زين وارتياح الناس من هالمشروع هذا لا حبت الفكره وبدت بالتشجيع وتدعي له بالتوفيق. موفقين ان شاء الله ويعطيكم العافيه. نبي كلمه اخيره توجهونها حق جمهوركم يتابعكم لاهل الكويت. انا حبيت اشكر طبعا رساله شكر لسيدي حضره صاحب السمو على دعم المشاريع الصغيره بمشروع كويتي وافتخر. نعم. لان الدعم اساسي صراحه للمشاريع الشبابيه في شارع الجديد اكسبو الشارع الجديد. اي نعم. فكان دعم جدا ممتاز. الله يطول لنا بعمره على الدعم الشبابي. ويعطيكم تستاهلون العافيه تستاهلون كل خير. شكرا لكم. عندنا اغنيه حصريه كنا حصريه عندنا فهد الماس حق تقرير مميز سمرات وشيء حلو حق الناس اللي تحب تسمع سمرات. فهد الماس اليوم بدع وفريق الاهلي الكويت راحوا عنده. شوفوا التقرير هذا مع بعض نرجع لكم. طبعا اليوم عندنا بالمخيم اللي يسمونه الانس وكل سنه احنا نسويه نجمع حبايبنا واهله واهلنا وجميع طبعا انواع الفنون الشعبيه عندنا يعني من الليوه من الطنبوره. الانس هذا نسويه احنا سنوي يتجمعون جميع الفرق احيانا الفرق كلها في ناس بالويكند وناس ايام عاديه يسمونه الانس. الانس اللي هو يقول مخصص حق جميع الفنون. قبل شيابنا يسمونه الأنس ما يسمونه سمرة لا أنس. ليلة عندنا أنس المكان الفلاني فيروحون لهم ويسوون الأنس اللي هو جميع أنواع الفنون.
اشكر وزاره الاعلام وتلفزيون الكويت وليالي الكويت لانه راح يصير حصري على ليالي الكويت. وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع يتحدث عن استخدام وسائل الوسائط في وزارة العدل وكيف سيستفيد منها المواطن، أهم القضايا التي قام بها وزير العدل لتطوير الأحكام، وعن وزارة الأوقاف كيف تستفيد الوزارة من إنتاجية الفرد الكويتي. ما هي الرسالة الفكرية التي تدعمها وزارة الأوقاف تحت إدارة الوزير الصانع؟ قضايا جريئة سوف نواجه بها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع غداً في ليالي الكويت. سلام يا عادل جميع الموازين، يا حاكم ما صار قبله وبعده، وسيع بال اللي ألفوك المساكين وحليم راي اللي حصل يوم شده، يا مير يا محير جميع السلاطين، يا حاكم بالحلم سيفك ترده، ويا مدرسة علم تخرج كثيرين منها تعلمت الوفاء والمودة، أنت بحر بعيون كل الملايين، بحر يحمل الخير جزره ومده، الله يمدك بالعمر جملة سنين، والله يزيدك بالهنا بالمخدة، اسمح وسامح وادفن الغيظ بالطين، واللي غدا لابد نفسه تحده، ما بالكويت أخباث ولا بغيضين أحباب، وقلوب الغلا مستبدة لتبرة القالة، يجونك سريعين كسيل وادي لنحدر من يسده، وأكبر دليلي في كلام إبراهيم معكم خرجنا والمعادي نضد شعب صغير، وهز كل الميادين في حبكم يا مجملين لشدة، من دونكم ما نقبل الشين والزين، ما نقبله لو كان ما كان بده، من غيركم ما نقبل الشين والزين، ما نقبله لو كان ما كان بده، ومبايعتنا ما بها شبه تلوين، من عهد أبوي وقبل خالة وجدة للصباح اللي على للصباح اللي على الخير ماشين، ما تابع وأهل العلوم المصدة، وسلام يا عادل جميع الموازين، يا حاكم ما صار قبله وبعده، يا تاجنا لا من غد يا تاجنا لا من غدا العلم علمين، ونماسنا يوم السوالف بجدة، لك نظرة أبعد من السند والصين، وأبعد من اللي بالفضاء ضاع رده، ولا قصر اللي في حماهم قديمين، أبائنا يوم الظروف المقدة، يوم الظروف أقسى من الهم والدين، وأقسى من اللي حالته مستبدة، في ظلهم عشنا من الهم خالين، أسعاد لو أن الضواري مبلدة، وحنا معاكم. الله عليك الله عليك الله عليك وصح لسانك صح لسانك ابو سعد المطني، نورتنا في ليالي الكويت، ونبي نعرف الشعر هذا موجه لمنه؟ لصاحب السمو يستاهل، هديه لصاحب السمو يستاهل، يطول الله عمره ونهنيه بالعشر سنين، ونهني الكويت بعيادها، وعسى ايام عيادها كلها افراح ودايم محتاجينه ومحتاجه الكويت.
أكيد بكل تأكيد. يسلم الله يحفظه ويحفظه أهل الكويت جميعا من كل مكروه. تسلم تسلم ما قصرت، وفعلا أبيات جميلة جدا وكانت مؤثرة ومختارة وهذا وقتها فعلا. عساك على القوة أستاذ سعد، وحابين نتعرف زيادة عليك على علاقتك مع الورقة والقلم والأبيات الشعرية، متى بديت في كتابة الأبيات الشعرية؟ والله بديت بالأبيات من أيام العشرينات. الله، يعني نقول قبل 30 سنة. لا نقول من 10 سنين، إيش رأيك؟ هذا تقدر من صغرك إحنا في الأهل الكويت. حاضر. نعم. تصوير. كمل شغالين. إحنا هوا. الله يحفظك. تفضل. كمل. فالشعر موهبة، ولكن أنا أقول مدرسة. حبيت مدرسة تتعلم طبعاً. الشعر نفس المدرسة تتعلم، وكل مرة تصير تأخذ أكثر بالشعر، تعمق بالشعر. والحمد لله في خليجنا يعني شعراء كبار وشعراء، والشعر بدأ ينتشر ويأخذ بالخليج، خذ وضع كبير. تتوقع يعني انتشر زيادة مع برامج اللي تعتني بالشعر والشعراء؟ الشعراء ومنهم برامج المليون ومنهم الشعراء متابع جيد للشعر، يعني صار الشعر صار معروف، انتشر وانتشر يعني بشكل جميل. يعني الحين حتى الحريم قامت تعرف الشعر النبطي والشعر، كانوا قبل الشعر ما فبدوا من هذه الحلقات الكل تعلم. هو الشعر بالنهاية كلام جميل، بس أخوي سعد نبي أسألك شغلة، يعني مثلا صدق. الحين أكثر الآباء يتمنى أن ولده أو حتى حفيده يطلع نفسه، فأنت تتمنى مثلا من عيالك أنهم يكونوا شعراء؟ والله في من عيالك يكون حسيت أنه عنده موهبة الشعر؟ والله عندي يمكن اثنين من عيالي عندهم موهبة الشعر. منهم؟ وعندي ولد بعد صغير كان في شيل أهل الكويت يقول يا دار لا غبت حبتك كل يوم اللي يزيد، في شيل أهل الكويت كان هاوي الشعر وصغير وما زال. كم عمره الله يحفظه؟ وعطيته شال الموال يا كويت لا غبت حبتك كل يوم اللي يزيد، ما نلحقت لو نسوي فيك كل قصيد، يا ريحة المسك والعنبر اللي جيت فاح يرد روحي وغني لك بمواله. وابوي خلى عياله كل واحد امير ومواسي الكل ولا يوجد عليها فقير، وان كان في ارضها بالعجاج برياح يهدي اوضاعها ويحلل اشكالها. الله عليك، صح لسانك وصح لسانه. هذا اللي الكلام اللي قاله طبعا ولدك، شعر ولدك هذا لا يغنيه هو، بس هو يجيب قصايد، هو غنى الموال هو وهو نشوفه هاوي ويحبنا. كم عمره الله يحفظه؟ عمره 12 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. زين هو الحين يعني عنده موهبة الشعر، يعني خلينا نتكلم مثلا بالمدرسة اللي في سنة نفس تحس انهم يعني يأثر عليهم مثلا ولدك مثلا في الشعر ويقول لهم مثلا انا صيروا شعراء انا ابوي شاعر، يعني تحس ان ولدك مؤثر حتى على زملائه؟ مؤثر ويتأثرون كله، يعني هو يأثر على اصحابه كلهم يجون يحبون يسمعون الشعر، لأن الحين الشعر صارت الموالاة، هذه جذبت الشباب وجذبت الأشياء وأشياء حلوة وكل الناس يستعملونها بالأيام الأفراح والأيام حلو. أنت تهوى أنك تكتب بالوطني ولا مفتوح المجال؟ يعني تحب تكتب وطني أكثر شيء ولا تكتب؟ أنا أكثر كل شيء وطني، كله وطني. عن الوقيت وعن أن حتى في قصيدة لما قلت العالم وهي مطعنة بظهرها العالم الأقصى، الكويت لما صار بالتحرير جاء 36 دول علشان يحررها. فإذا في أم العالم كانت قبل أخذت دورها، هذه أم العالم اللي جاء العالم كله يحرر الكويت، منها ضمن القصيدة قلت العالم أمه يوم طعن بظهرها العالم الأقصى لثالها الطوابير أرست أساطيل البحور بحرها وصار الطيور الجو مثل الزنانير، جابر جبرها في يدينا عمرها صور لها من غاية فكر تصوير من فضل ربه وفعل يمن بذرها قامت معاها للوجيه المسافير، وفي سبعة الشر زال عنها خطرها من قوة نيران من قوة نيران بسماها محاذير ومن نصرها يوم ربي نصرها مد جناح العز بالحب
والخير. كويتنا يا شيخ كان صباح الله يطول عمره وزير الخارجية فعلا. كويتنا يا شيخ كف غيرها هي صباح. كويتنا يا شيخ كف غيرها وقفت ليال الشر عنها مدابير. صباح لك عين بعيد نظرها ولك هقوتن تكسر قوية المسامير. سياستك صعبة عميق بحرها يا صعبها. لمحللين التفاسير يقوها من قو فكر جبرها حتى الجبل تنثر أعضاه تنثير يحتار في حلمك شباب بعصرها ويحتار في حلمك طوال على الشبيب. يا سلام يا سلام. هذه مقطوعة من القصيدة. أخوي سعد أنت طبعا يعني كاتب شعر من زمان، لو نعرف أنت منو من الشعراء العرب متأثر فيهم أو تحبهم أو تسمع لأشعارهم؟ والله أنا كل العرب الشعار أحبهم منهم. من عندك الخلاوي وعندك السديري عندك شعراء كثيرة ومرشد البذال وخلف خالد البذال وخلف خالد البذال شعر كويتي. أي أنا أعطني شعراء عرب عرب يعني نتكلم يعني من عن مصر مثلا نتكلم عن شعراء احمد شوقي. اي هذا من خالد البذال نعرفه احنا. احنا نقول لك احمد شوقي من الشعراء اللي لهم وكذا احمد شوقي يعني. اي وكانت ام كلثوم تاخذ من عنده الشعر وال مشكور وايد على وجودك معانا وتسلم على هالابيات الجميله اللي اسعدتنا فيها في نهايه هذه الحلقه. الله يجزاك. وانا سعيد وعسى الكويت دائم بفرح ونشوفكم دائم امين وعسى ايامنا كلها اعياد ونهني اهل الكويت كلهم ونهني جميع من يحبنا وعسى الله يعيد الافراح لجميع المسلمين. شكرا آمين. شكرا آمين. شكرا لك اخوي سعد. اذا مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم ونشوفكم غدا باذن الله تعالى في ليالي الكويت. نشوفكم على خير إن شاء الله في أمان الله. هذا البرنامج برعاية لا تنسون تتابعونا باكر في ليالي الكويت مع ضيفنا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع.